حلقة النهاردة مختلفة عشان زي ما وعدناكم هنرد على كل الأسئلة اللي بتجيلنا على هاشتاج اسأل المراية. في أسئلة كتير بتجيلنا عن التجاعيد والخطوط اللي موجودة حوالين منطقة العين. لحد سن 45 دي تعتبر خطوط رفيعة بتظهر في الوش وحوالين منطقة العين، عشان كده لازم تدلكي كل يوم بشرتك قبل ما تنامي بزيت اللوز أو زيت الأفوكادو أو زيت القرفة. وفي سؤال عن الماسكات المناسبة للبشرة الدهنية. صفار البيض هو حل سهل وسريع جدا للبشرة الدهنية، هتحطيه 15 دقيقة وتغسليه بمية دافية. وكان معانا سؤال تاني عن طريقة السيرم في البيت. هنعمل مع بعض سيرم سهل وبسيط، هتحطي 2 معلقة كريم بديل الزيت وعليهم 4 معالق مية و2 معلقة زيت زيتون، وهتحطيهم في بخاخة سبراي وترشي منها على شعرك بعد الشاور. وكمان سؤال عن الشعر القصير واللي نموه واقف. مشكلة الشعر القصير والشعر اللي مش بيطول ان هو محتاج حاجة تضخ الدم لفروة الراس عشان الشعر ده يطلع تاني، عشان كده هتدلكي فروة راسك بزيت القرفة وزيت الخروع 3 مرات في الأسبوع. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.